ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ورعايته وأمنه وحفظه. روى مسلم عن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، وفي رواية في جماعة، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وفي رواية: فمن أخفر ذمة الله. أخفر؟ نعم. ما معنى أخفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخفروا ذمة الله. فمن أخفر ذمة الله معناها من أبطل ذمة الله وأزال أمانه. الذي يصلي الفجر هو في ذمة الله، يعني في عهد الله، في رعاية الله، في أمان الله، في أمن الله، في حفظ الله. من صلى الفجر في جماعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخفروا ذمة الله، يعني لا تبطلوا هذه الذمة ولا تزيلوا هذا الأمان. فمن أبطل هذه الذمة ومن أزال هذا الأمان هو أمان الله عز وجل، فيستحق عقاب الله له على إخفار ذمته وللعدوان على من في جوار الله. من صلى الفجر فهو في جوار الله، فالذي يؤذي من صلى الفجر إما بالكلام أو بالفعل، يعني بالقول أو بالفعل، فقد أخفر ذمة الله. ومعنى الحديث أن من صلى الفجر فقد أخذ من الله عهدا، فلا ينبغي لأحد أن يؤذيه بظلم، بقول، بفعل، فمن ظلمه فإن الله يطالبه بذمته يوم القيامة فيدرك فيكبه على وجهه في النار. وقال القرطبي: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي جواره، أي قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض لهم بأذى. فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه الله بحقه لم يجد مفرا ولا ملجأ، فيدرك فيكبه على وجهه في النار. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين.